عم في واحد فوق اهو مش عارف ينزل. هيطلعونا بص العربيات ساعة ما هي جاية بتاعة المطار هيطلعونا السلم يجيبوها. بص الهدوم عامل قوي زي كده. وده تقريبا كان مصنع ملابس ده. ما ده مصنع ملابس اللي تحت ده مصنع ملابس. صح؟ أول دور أهو. بص الحاجات دخلت ازاي؟ بص بتفرق في حد في البتاعة دي سايق في تراب يا أحمد عمال بينقش حد بينقش في البتاعة اللي تحت دي. ازاز؟ اه تقريبا حد تحت الانقاض دي. تحت الانقاض زهقان. بس اكيد في ناس يا والله وقعت في التراب ده يا جماعه والله. اكيد. في واحد فوق يا عيني ده مش عارف يروح فين. سبحان الله بص المستويات والبتاع الاقتصاد بص مبسوطه زي ما هي. زي ما هي. ما وعدتش والله. كلهم اللي بنوا العمارة دي كلها؟ الحق ده العمارة التانية اتكسرت ازاي؟ اتكسرت ازاي ولا اتكسرت ازاي؟ ولا دي متكسرة طبيعي؟ الواد رجع تاني؟ في واحد جوه لا واقف بص هما يجيبوا له سلم ينزلوه ما هما جايبين له معرفة المطاف اللي هي بسلم دي اه مش عارفين ينزل عليه الكل مش عارفين الازرق ده وواحد تاني مش قدامه ضربات تاني اهو اهو طلع تاني اه اهو ده طلع تاني اهو اطلع حرام عليك شوف السلم من الوطاف مش عارف ما فيش سلم هينزل في عربيه وطاف ما هم لسه مفيش حد جاله عصر ما هم لا يقول يا جماعه دي يعملوا اي حاجه ما عمال يقولوا انا هنزور يعني انت مين؟ حد معاك؟ لا اثنين